السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين. مصر الحضارة سلامة رمضان. خبر هام وعاجل، وزيارة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي لنادي الزمالك اليوم، وذلك بعد تولي مجلس إدارة نادي الزمالك السابق برئاسة المستشار مرتضى منصور وعودته لنادي الزمالك بعد قرار عزله السابق. محكمة القضاء الإداري حكمت ببطلان قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف مرتضى منصور ومجلس ادارته، ورجع المستشار مرتضى منصور لمنصبه واستلم نادي الزمالك يوم الثلاثاء اللي فات. ونتكلم عن مصير كارتيرون، وامير مرتضى قال ايه عن كارتيرون وعن لعيبه نادي الزمالك وعن بن شرقي. طيب النهارده المستشار جلال ابراهيم رحمه الله عليه توفي النهارده بعد صراع مع المرض. المستشار جلال ابراهيم تولى رئاسه محكمه الجنايات، وكان مستشار جليل، وتولى رئاسه نادي الزمالك عام 96، وتولى رئاسة نادي الزمالك مرة أخرى عام 2010، ومن الناس المحترمة. وابنه المستشار أحمد جلال في عضو مجلس إدارة نادي الزمالك مع المستشار مرتضى. زيارة جميلة ومفاجأة من وزير الشباب والرياضة النهاردة لنادي الزمالك، أنا شفت لها كذا معنى سياسي. الراجل بيقدم العزاء لرمز من رموز الكرة المصرية، ورمز لإدارة نادي يعتبر أكبر نادي في أو تاني نادي، يعني الأول أو التاني معلش عشان محدش يزعل، في مصر. راجل جه عزى في المستشار، والمستشار أحمد جلال ابن المستشار جلال إبراهيم شكر الدكتور أشرف صبحي على اللفتة الجميلة وزيارته وتقديم واجب العزاء في نادي الزمالك. هم صلوا النهارده الظهر على المستشار جلال إبراهيم في نادي الزمالك، والعزاء يوم الاحد اللي جاي هيتعمل ايضا في نادي الزمالك في قاعه الممر. والمستشار المستشار اشرف صبحي اثنى بالخير على المستشار جلال ابراهيم وعلى عمله الريادي والقيادي في القضاء الاداري وادارته لنادي الزمالك المصري. طيب كارتيرون يمشي ولا مش ماشي؟ ده اللي نعرفه. المستشار جلال ابراهيم المستشار مرتضى منصور قعد مع كارتيرون، وامير مرتضى قعد معاه، وكارتيرون ابدا استعداده على ان هو هيكمل في نادي الزمالك، وهم اكدوا عليه وعلى ان هم بيجددوا الثقه فيه، ولكن مش هيسمحوا باي سقطات من السقطات اللي فاتت. والسقطات دي معناها ايه؟ اللي هي الهزائم والتعادلات والكلام الفاضي اللي بيحصل من نادي الزمالك. نادي كبير بنحترمه بنقدره، ولكن ما ينفعش نادي زي نادي الزمالك يتعادل في الماتش اللي فات، يعني مع احترامي الكامل لكل الانديه، البنك الاهلي وما يصحش يعني. طب لما تتغلب من الاهلي وانت في عز نشوتك وفي شموخك وفي قوتك كنادي الزمالك بالنتيجه اللي فاتت دي، عيب وما يصحش برضه نادي الزمالك. انا محايد ما بقيدش اي حد ولا اهلي ولا زمالك، ولكن بقول الكلام ده. كارتيرون هيكمل، ولكن مجلس اداره نادي الزمالك له يعني بعض الشروط، انه هيعين مدير فني معاه مساعد ويرشح له كذا واحد وهيختار منهم حد. وكارتيرون الراجل ما عندوش اي اعتراض ومكمل في نادي الزمالك، انا عن نفسي بجدد الثقه فيه، راجل محترم وشاطر، ولكن عايز يشد حيله شويه. بن شرقي مرتضى منصور قال له لو انت يا ابني مضيت لحد او وقعت مع اي فريق وبالرغم انت لسه عقدك ما انتهاش، اتكلم وقول وهنقول لك الف مبروك وربنا يسهلك، لو ما وقعتش اتكلم. طبعا ده مرتضى من الناس اللي احنا بنحترمه، لانه هو راجل اداري قوي جدا، وده شيء جميل ان يكون عندك اثنين نادي في مصر فيهم اداره قويه، وده شيء جميل بينجح الانديه دي. بعد ما كان الاهلي والزمالك عبء على الدوله بيخسروا الدوله ملايين ومديونين، لا دول انديه وتابعين للدوله، لازم ان احنا نستثمرهم ان هم يكونوا ناجحين ويجيبوا بطولات للبلد، ويكون لهم هدف، ما يكونش الهدف منهم لم الجمهور والهيصه والتطبيل والكلام ده كله ونلهي الناس بيهم، لا. انا بقول دي الرساله موجهه للسيد وزير الشباب والرياضه، لازم يكون في شد على النادي الاهلي والزمالك بالذات، الفريقين دول فريقين كبار واكبر انديه في افريقيا، يكون لهم باع بالوصول البطولات الافريقيه والبطولات العالميه، وان هم يجلبوا للبلد بتاعتنا يعني زي ما بنقول دخل وعمله اجنبيه من نتيجه مكاسب البطولات دي، وما يكونوش عبء على الدوله ولا يسببوا لنا خسائر. كل التقدير وكل التحيه والف الف مبروك للمستشار مرتضى منصور عودته لرئاسه نادي الزمالك. الكلام ده انا قلته زمان، لو حضراتكم رجعتوا فيه الفيديوهات قلت يا جماعه دي حته كده وشويه كلام وهيصه وهيعدي شهر واثنين وثلاثه ومرتضى منصور هيرجع تاني، وفعلا كلامي الحمد لله طلع صح. عندي قراءة سياسية للمشهد جميلة جدا، بحمد ربنا على الحتة دي. تابعونا على القناة ولايك وشير لفيديوهاتنا، وما تنسوش تشتركوا في قناتنا وقناتكم مصر الحضارة. بحبكم في الله، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.